بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 57. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. معكم في برنامج من أحكام القرآن الكريم. قد انتهى بنا تسجيل إلى قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إلى قوله تعالى: إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. في هاتين الآيتين ذكر الله سبحانه وتعالى نوعين من صلاة أهل الأعذار، وأهل الأعذار هم المريض والمسافر والخائف، فذكر في هاتين الآيتين النوعين الأخيرين، المسافر والخائف، لأن كلا منهما يصلي صلاة تختلف عن صلاة الحضر والأمن، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى على عباده، تيسير عليهم حيث لم يجعل عليهم في هذا الدين من حرج، وشرع لكل حالة ما يناسبها من الأحكام الشرعية حتى يتمسك المسلم بدينه بجميع الأحوال، ويكون ذلك على حسب استطاعته ومقدرته. فقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فالضرب هو في الأرض هو السفر، فليس عليكم جناح أي حرج. ولماذا قال ليس عليكم جناح مع أن صلاة المسافر رخصة، والرخصة يستحب فعلها والأخذ بها؟ قالوا لأنه قد يقع في بعض النفوس شيء من الحرج في قصر الصلاة، أو التساؤل في قصر الصلاة عن صلاة الحضر، فالله نفى هذا الخاطر حتى يطمئن المسلم، كما في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، مع أن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، ولكن نفي الجناح لأن كان على الصفا والمروة صنمان للجاهلية، فأزالهما الله جل وعلا بالإسلام على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن وجد بعض المسلمين تحرجا من السعي بينهما على إثر هذين الصنمين، الله نفى هذا التحرج. وكما في قوله تعالى في الحج: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم،
يعني أن تطلب الرزق في أثناء الحج، وأن يتكسب الإنسان في أثناء الحج، لأنهم تحرجوا من التجار في أيام الحج بالنسبة للحجاج، الله أزال هذا التحرج وأباح للمسلم أن يتكسب في أثناء الحج على وجه لا يخل بحجه أو عمرته. أن تقصروا من الصلاة، أن تقصروا أي تصلوا الرباعية ركعتين، قصر العدد. وقوله من الصلاة لأجل أن القصر إنما يختص ببعض الصلوات، وهي الصلاة الرباعية. فالمغرب لا تقصر لأنها وتر النهار، والفجر لا تقصر لأنها باقية على الأصل على ركعتين، وإنما القصر خاص بالصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين. وأما قوله تعالى إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فلا مفهوم لهذا القيد، فالمسافر يقصر ولو لم يكن عنده خوف من العدو، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره ولم يكن في حالة خوف. ولما سأله عمر رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صلى الله عليه وسلم تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. فالخوف ليس قيدا في جواز القصر للمسافر. والله جل وعلا هنا إنما علق القصر بالضرب في الأرض، فكل ما يسمى ضربا في الأرض أو سفرا فإنه تقصر فيه الصلاة. ثم قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، إن الكافرين هذا إخبار من الله جل وعلا لعباده لعداوة الكفار، وليست عداوة يسيرة بل هي عداوة عظيمة. ولهذا قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي بين العداوة ومفاد هذا الإخبار من الله أن المسلمين لا يثقون بعدوهم وأن يأخذوا حذرهم منهم، عكس ما ينادي به بعض الجهال الآن من أبناء المسلمين من التعاطف مع الكفار، حتى وصل الأمر إلى أن يقول بعضهم بالتآخي مع الكفار والتسامح مع الكفار، التسامح الذي يخرج عن التسامح المشروع إلى التسامح المطلق. وبلغ الأمر ببعضهم إلى الثقة بالكفار، أو بلغ الأمر ما هو أشد، وهو أن يمدح الكفار ويقول إنهم أحسنوا تعاملا من المسلمين وأنصح من المسلمين بالعمل، هكذا يقول. وهذا قول باطل، فالمسلمون
بلا شك أنهم خير من الكفار، وكل مسلم فهو خير من الكافر، ولعبد مسلم ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله نستكمل الحديث عن هاتين الآيتين وبيان ما فيهما من الأحكام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.